بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اما بعد اعزائي الطلاب اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات شرح كورس الفسيولوجي وتحديدا فصل الدم في هذه الحلقه سوف نتكلم عن الحديد وهذه الحلقه هي اهم حلقه في جميع شابتر الدم يعني في فصل الدم كاملا هذه الحلقه تعتبر الاهم وهي سوف نتكلم فيها عن الحديد وكيفية امتصاصه وأهميته وماذا قد يسبب نقصه أو زيادته وكيف يؤثر على الجسم. طبعاً اشتكى بعض المتابعين من طول المقدمة قالوا أن المقدمة تصل إلى خمس دقائق أو سبع دقائق. إخواني الأعزاء أعتذر اعتذاراً شديداً عن هذا الموضوع ولكن عندما يدخل الطالب لأول مرة ويشاهد المقطع هناك بعض الطلاب لم تحضر المحاضرات السابقة لذلك أنا فقط أوضح ما هو هذا الكورس وما هي محتوياته وما هي المواضيع التي نشرحها وأيضا يمكن أن تعتبره مراجعة لك بشكل بسيط عن الأشياء التي أخذناها سابقا فمبدئيا في هذا الكورس بدأنا في الانترودكشن المقدمة تكلمنا عن البلازما بروتينز وأيضا ما هي وظائفها ومن ثم تكلمنا عن كرات الدم الحمراء والهيموغلوبين وصفه بشكل عام ونسبته في الجسم تكلمنا في الحلقة الأخيرة عن الإريثروبويسيس أي عملية تكوين كريات الدم الحمراء وقلنا هنالك بعض العوامل تؤثر عليها Factors affecting فهذه العوامل التي تؤثر عليها كانت كثيرة بدأنا بالبداية في نقص الأكسجين في الجسم وشرحناه تفصيلا الهايبوكسيا ومن ثم الهرمونات وصحة بعض أعضاء الجسم المسؤولة عن تكوين كرة الدم الحمراء كالنخاع العظم الكلية الليفر أو الكبد وأيضا تكلمنا عن الدايت أي النظام الغذائي لكن أهم ما شرحناه من العوامل التي تؤثر على Erythropoiesis أو عملية تكوين كرة الدم الحمراء كان الفيتامين b 12 والفوليك أسيد حيث شرحناه تفصيلا ووضحنا جميع المعلومات التي تخص كل من الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد وقلنا ان نقصها سوف تؤدي الى حصول انيميا ماكروسيتيك انيميا وهي انيميا تكون فيها كريات الدم الحمراء كبيره في الحجم ولكن لا تحتوي على صبغه مناسبه من الهيموغلوبين وشرحناه على هذه الرسمه التي وضحت لنا عمليه امتصاص الفيتامين بي 12 بسهوله شديده جدا نفس الرسمة سوف نستخدمها لشرح امتصاص الحديد فإن شاء الله نبدأ في الشرح ولكن قبل ذلك لدي بعض الأسئلة التي لم نحلها في الحلقة السابقة هي تلك التي باللون الأزرق أسئلة MCQ سوف نحلها عن الحلقة السابقة ونأخذ أسئلة جديدة عندما نكمل هذه الحلقة لأوضح لكم فقط كمية اهتمام صناع الاسئله بالحديد وكيف يتكرر كثيرا في الاسئله انظروا الى هذه السنوات السابقه باللون الاصفر اسئله جميعها ترد عن الحديد عن حلقه اليوم في في 195 الدور الاول في 194 الدور الاول في 196 الدور الثاني في 194 الدور, الدور الثاني فركزوا عن اهميه اهميه الحديد موضوع اليوم في تكراره في أسئلة السنوات السابقة لأنه موضوع مهم جدا 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 حيث الحديد هو السبب الأساسي في حصول الأنيميا أو مرض فقر الدم المنتشر في جميع أنحاء العالم بكثرة الآن نحل بعض سي كيو نبدأ بهذا السؤال رقم 24 كما قلت لكم أو لم أقل أن اللون الأزرق يمثل حلقة الفيتامين بي 12 والفوليك أسيد الذي أخذناها في الحلقه السابقه اما بالنسبه للون الاصفر فهي اسئله تخص اليوم لذلك من يريد ان يذهب الى الموضوع مباشره سوف اضع لكم رقم الدقيقه التي ابدا بها بشرح الحديد حلقه اليوم اما من يريد ان يتابع حل الاسئله للحلقه السابقه يتابع معي هما فقط ثلاث اسئله واضحه امامكم نبدا بالسؤال الاول يقول ان شخصا عمره 36 عاما يعاني من رينال ديزيز رينال أي كلية وتزيز اي مرض هنالك عنده مرض او خلل في الكليه وتحديدا end stage اي ان الكليه متدمره متدمره للغايه فبالتالي يعاني من normocytic-normochromic انيميا طبعا نحتاج الى صوره هنا هذه الصوره الواضحه امامكم كما قلنا ان هذه هي حجم كريات الدم الحمراء الطبيعي ومن ثم هنا في صغر الحجم الخاص بها عندما تصغر تصبح مايكرو سايت وعندما تكبر تصبح ماكرو فهذا الشخص لديه نورموستيك يعني حجمها طبيعي أما كلمة نورموكروميك أي أن الصبغة الخاصة بها الصبغة صبغة الهيموغلوبين أيضا كميتها طبيعية في كرية الدم الحمراء فهذا سوف يجعلنا نستطيع أن نحل السؤال بسهولة عن طريق معرفة هذه المعلومة فقط ماذا يريد بالسؤال يريد منا العلاج طيب قبل أن نقرأ العلاج هناك قاعدة مهمة جدا في الأنيميا سوف نأخذها في الحلقة القادمة إن شاء الله حلقة الأنيميا لكن نحن تكلمنا عن بعض معلوماتها أن كرة الدم الحمراء هذا هو الحجم الطبيعي الخاص بها جيد عندما تصغر فإن المشكلة في الحديد عندما تصغر فالمشكلة في الحديد آيرون نقص في الحديد تسمى مايكروسيتيك أنيميا أي نقص الدم بسبب الحديد وعندما تكبر فالمشكله في الفيتامين بي 12 وكذلك الفوليك اسيد فوليك اسيد جيد تسمى بماكروسيتيك انيميا اي انيميا بكريات دم حمراء كبيره هنا انيميا بكريات دم حمراء صغيره هنا انيميا بكريات دم حمراء طبيعيه وهي التي يواجه منها هذا الشخص الذي عمره 36 اذا نستبعد الح... اذا نستبعد ماذا نستبعد الفيتامين بي 12 نستبعد الفوليك اسيد نستبعد الحديد المشكلة ليست فيها كلها وإنما المشكلة في الكلية ماذا هو الشيء الذي تفرزه الكلية؟ نعم إنه الإيريتروبويتن كما شرحنا سابقا أن الكلية تقوم بإفراز الإيريتروبويتن بنسبة 85% والكبد بنسبة 15% إيريتروبويتن وقلنا أن الإيريتروبويتن مسؤول عن نضوج الكرات الدم الحمراء لتصبح كريات الدم الحمراء في البداية هي ليست كريات دم حمراء وإنما خلايا جذعية عندما أمسك بها حولها إلى كريات دم حمراء لذلك صديقنا هذا يعاني من مشكلة في الكلية فبالتالي لا يوجد هرمون الإلتروبويتن فبالتالي نعطيه هرمون الإلتروبويتن كعلاج جيد؟ هذا السؤال طيب السؤال الآخر يقول بالنسبة لفيتامين بي 12 امتصاص الفيتامين بي 12 أجب عن الآتي أولا It needs intrinsic factor نعم هو يحتاج الى انترنسك فاكتور قلناه في الحلقه السابقه و secreted باي parietal سيل صح تم افرازه بواسطه البرايتل سيل لكن هنا اراد ان يخطئك وضع لك كلمه في النهايه خاطئه هذا ليس صحيحا هذه هي الرسمه التي شرحنا عليها هذه البرايتل سيل افرزت الانترنسيك فاكتور الذي باللون الاسود واتحد مع الفيتامين بي 12 باللون البرتقالي لكن هذه العملية أين أصبحت؟ في المعدة وليس في الديودينام هذا المعدة وهذا الديودينام أصبحت في المعدة هو يريد أن يخطئك يقول لك في الديودينام لا هذا خاطئ إذا في نهاية الجملة أصبحت خاطئة Absorbed <سؤال> by simple diffusion at lower هو فعلا يتم امتصاصه بواسطة اللور ileum أو الدستال ileum ولكن بواسطة simple diffusion لا لأن حجم الـ يعني لو قلنا ان هذه خليه جيد فحجم الفيتامين بي 12 كبير لا يمكن ان يدخل بشكل مباشر بالسمبل ديفيوجن الانتشار البسيط وانما يحتاج الى ناقل يحتاج الى مستقبل فبالتالي هذا ايضا خاطئ تلاحظون يضع لكم جملة صحيحة فيها كلمة واحدة خطأ It transported to blood bound to transferatin transfer سوف نأخذه اليوم هذا له علاقة بالحديد وليس في 12 Uh, deficiency of pancreatic trypsin decrease rate of absorption نعود للرسمه قلت لكم ان البنكرياتيك تريبسين يساعد في الامتصاص فلو حدث نقص في البنكرياتيك تريبسين سوف يقلل من الامتصاص فهذا هو الاجابه الصحيحه ولكن ايضا يعني هذه المعلومه ليست دقيقه بنسبه 100% وهذا انه هو يساعد في الامتصاص ولكن نقصانه لا يؤثر بشكل مباشر على كميه الامتصاص او الريت الخاص بالامتصاص. ولكن هذه الخيار الاكثر صحه فسوف نختاره لان الباقي ثبت بطلانه بالدليل. جيد؟ اما بالنسبه للسؤال الاخير يقول ان فيتامين بي 12 اي نقص في الفيتامين بي 12 سوف يؤدي الى ماذا؟ هل او سببه ماذا؟ هل سببه result from disease in the لا قلنا هو في الديستال إليوم وليس في الديودينوم إذا لا دخل الديودينوم في الموضوع result in anemia طبعا نترك هذا الخيار كاز اليوكوبينيا يعني يسبب نقص في كريات الدم البيضاء اليوكو بيضاء وبينيا نقص في كريات الدم الحمراء لا طيب ينقص عدد البليتلتس ليس له دخل في البلايتلتس اذا الجواب هو بالاستبعاد هو بي ريزلت انيميا يحدث انيميا فقر الدم with large fragile RBCs مع كريات دم حمراء كبيرة وهشة وهي تلك الأنيميا التي قلت لكم الماكروستيك أنيميا جيد هذا بالنسبة لحل أسئلة السنوات السابقة الآن نبدأ بالموضوع موضوع شرح الأيرون في حلقة اليوم الأيرون هو صفحتان فقط هذه الصفحة الواضحة أمامكم تحتوي على جدول وصورة بسيطة وهذه الصفحة التي تحتوي على الرسمة التي فيها جميع التفاصيل بالإضافة إلى بعض الملاحظات هنا وهناك سوف نعلق عليها في النهاية نبدأ في البداية بالنسبة لأول موضوع لدينا وهو التوتال بادي ايرون ما معنى توتال بادي ايرون؟ توتال كلي وبادي ايرون أي الحديد في الجسم كمية الحديد في الجسم بشكل عام تساوي 4 جرام هذا هو المقدار الكلي فهذه الأربعة جرام تتوزع في الجسم في أماكن مختلفة يجب علينا معرفتها ومعرفة نسبة توزعها في كل من هذه الأماكن. كذلك الوظيفة العامة. فكما تلاحظون هذا هو وعاء دموي. فالوعاء الدموي يحتوي على ايرون بكمية قليلة جدا. يعني أنا أريد أن أوثق هذه الكلمة. قليلة قليلة جدا. كمية الأيرون الحر في الدم قليل جدا. بلازما ليفل decrease أو قليل يعني small amount في الميل تحديدا في الميل يعني في الذكر هو 130 ميكروغرام بير ديسيليتر بينما في الفيميل هو 110 ميكروغرام بير ديسيليتر إذا في الفيميل يكون أقل جيد هذا نسبته في البلازما الحديد أما النسبة الأعظم من الحديد فهي داخل الهيموغلوبين صبغة الدم الموجودة داخل كريات الدم الحمراء فالنسبة الأعظم من الحديد تستخدم لتكوين الهيموغلوبين هيموغلوبين فورميشن 70% بينما نسبة كبيرة أيضا تتخزن على شكل فيريتين تتخزن في الليفر الكبد في الانتيروسايت خلايا الأمعاء وفي البونمارو نخاع العظم والسبلين الطحال 25% هنالك ثلاثة بالمئة تكون في تكوين المايوغلوبين المايوغلوبين وهو البروتين الكروي العضلي ثلاثة بالمئة طبعا في العضلات وأيضا يوجد لتكوين الإنزيمات المختلفة في الجسم نسبة وهي 2% بالمئة والإنزيمات المختلفة هم هو ذكر لك الكاتاليز والبيروكسيديز والسيتوكروم نستطيع ان نحفظها على شكل سي بي سي سي بي كاتاليز وبي بيروكسيديز وسي سايتوكروم او ممكن تقول كبس كبس حتى تتذكر حتى اللفظ ك كاتاليز بي بيروكسيديز وس سيتوكروم جيد الشرح طبعا هذا ممكن ياتي في الام سي كيو فقط لو اتى يقول الايرون انتقلنا الى الصفحه هذه هنالك بعض العناوين سوف نقراها سهله جدا والرسمة بالكامل سوف نشرحها على هذا الجدول نبدأ بالـ Iron Requirements and Balance أي ما هي احتياج الجسم من الآيرون لكي يتوازن وكيف يحدث التوازن جزء الاحتياج اليومي هو 30 ملي جرام وذلك من أجل الهيم سينثيسيز من, أصل من أجل تصنيع الحديد وتصنيع الهيموجلوبين بالتحديد فهذا هو الكمية 30 ملغ طيب من أين نحصل على هذه 30 ملغ نحصل عليها يعني most obtained from obtained يعني نحصل عليها من recycled آيرون recycled أي معاد التدوير آيرون الحديد معاد التدوير الحديد معاد التدوير إخواني يا عزاء هو ذاك الذي نتجه من خلال تدمير الهيموغلوبين breakdown of hemoglobin of RBCs لكريات الدم الحمراء الهريمه الكبيره شرحنا في الحلقه السابقه قلنا ان الحديد الكريات الدم الحمراء عندما يصبح عمرها 120 يوم فممكن انها تتذمر بسبب ان الغشاء الخاص بها يصبح فرجايل هش فمثلا هنا كريات الدم الحمراء كما تلاحظون تكسرت ويخرج من عندها المواد الخام ومن اهم هذه المواد الخام في الهيموغلوبين صبغه الهيموغلوبين هو الحديد. فتؤخذ بواسطه الماكروفاجز او خلايا البلعمه. فخلايا البلعمه تاخذها من اجل اعاده تدوير العناصر الخاصه بها وخصوصا عنصر الحديد. جيد؟ لذلك كما تلاحظون هذه الماكروفاج حصلت على كريات الدم الحمراء التي تحتوي على هذا اللون البنفسجي هو الحديد. اين؟ في الليفر هناك كما تلاحظون كريات الدم الحمراء اخذت الحديد. في السبلين كريات الدم الحمراء او كريات الدم الحمراء اكلت او تبلعمت بواسطه خلايا البلعمه واخذ الحديد الذي بداخلها جيد اذا نحتاج في اليوم الى 30 ميلي جرام نحصل عليها من اعاده تدوير الحديد بواسطه المتدمر يعني الحديد المتدمر داخل كريات الدم الحمراء والذي نحصل عليه من الماكروفاجز او خلايا البلعمه الان نتكلم عن فقدان الحديد طبعا الحديد يفقد بشكل طبيعي في السيولوجيكال في التعرق في الشعر عندما يتكون الشعر ايضا اي حصول اي نقص او اي خسران في الدم يقلل من الحديد في الجسم في الميل الادولت ميل او الذكر البالغ يكون نقص او فقدان الحديد في الجسم من 0.5 الى 1 ملغ باليوم من 0.5 إلى 1 ملغرام باليوم بينما الفيميل الأنثى تكون أكثر 2 ملغرام باليوم والسبب في ذلك يعود إلى المنسترال سايكل أو الدورة الشهرية وحتى في الكلينيكال في يعني في الطب عندما تأتي امرأة تعاني من أنيميا أنيميا فهذه الأنيميا عادة ما تكون عندما تصاحب يعني تصاحب مشاكل في أه المنسترال سايكل تصاحب مشاكل في الدوره الشهريه مثلا زياده في أه فقدان الدم في الدوره الشهريه وهذا يؤدي الى حصول انيميا بسبب نقص الحديد لان الحديد كما قلنا تخسره المراه من المنسترال سايكل فلو حدثت مشكله في المنسترال سايكل سوف يزيد فقدان او خساره الحديد فبالتالي يؤدي الى انيميا نقص الحديد جيد الان نتكلم عن البالانس كيف نحافظ على توازن أو بالانس أو كيف يحافظ الجسم على توازن أو بالانس بالحديد يتم الحفاظ على التوازن بواسطة أن الأمونت أبزوربت يعني كمية الحديد الممتص داخل الجسم تساوي الديلي لوس تساوي الفقدان اليومي يعني أنت فقدت 2 ملغ تمتص الجسم 2 ملغ من الحديد هذا ببساطة الشرح لهذه التقسيمة الان اهم موضوع لدينا وهو عملية امتصاص الحديد امتصاص الحديد اخواني الاعزاء ونقله iron absorption امتصاص ونقله transport و Storage اي تخزين ما هي ميكانيكيته؟ في البداية يجب ان تعرف ان الحديد يأتي ب two forms الاكل الذي نأكله النظام الغذائي يحتوي على الحديد ب two forms اي شكلان الشكل الاول يسمى بالهيم هذا يوجد في اللحم يمثل عشرة بالمئة من مجموع الذي نتناوله ويكون سريع الامتصاص وجاهز للامتصاص بينما الشكل الثاني يسمى هيم هذا يؤخذ من النباتات بالتحديد ويمثل تسعين من مجموع ما نتناوله وكذلك هو أقل جاهزية وأقل قابلية للامتصاص إذا النوع الأول هو الهيم يوجد في اللحوم ويمثل عشرة بالمئة من الذي نتناوله ويكون More readily absorbable يعني جاهز للامتصاص و More rapidly absorbable أي سريع الامتصاص. الثاني non يوجد في الخضروات، في الفواكه، أي شيء يكون نباتي المصدر يمثل 90% من الذي نتناوله ويكون أقل جاهزية للامتصاص. جيد؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآن نبدأ بالرسمة. هذه الرسمة الواضحة أمامكم. هنا لدينا المعدة ومن ثم الأمعاء ومن ثم هذه هي خلية أمعاء مكبرة هنا يوجد وعاء دموي هنا بون مرون نخاع العظم وهنا الكبد نبدأ في البداية قبل أن نصل إلى المعدة هنا يوجد الفيتامين بي 12 والفوليك أسيد والبروتين وإلى آخره جميعها ليس لدينا أي دخل بها نحن نتكلم عن الحديد فقط فقط ماذا؟ فقط الحديد باللون البنفسجي الأيرون الآيرون أخواني أعزاء قبل وصوله إلى المعدة يكون ثلاثية تأكسد فرك فرك ثلاثية التأكسد فعندما يدخل إلى المعدة يتم اختزاله يتحول من ثلاثية تأكسد فرك إلى ثنائية تأكسد فرس جيد هنا لدي ثلاث أسئلة أو سؤالاً لنقول سؤالاً السؤال الأول عندما دخل الحديد إلى داخل المعدة ما هي العملية التي حولته من ثلاثية تأكسد إلى ثنائية تأكسد؟ وما هي العوامل التي تؤثر على هذه العملية؟ نجاوب على الأسئلة. الأيرون دخل ثلاثية تأكسد، تحول إلى ثنائية تأكسد بواسطة عملية تسمى ريدكشن اختزال، اختزل من ثلاثية التأكسد إلى ثنائية تأكسد. العوامل التي ساعدته هي الفيتامين سي والهيدروكلوريك حمض المعدة. إذا نلاحظ هنا عملية التأكسد الذي حصلت تم مساعدتها بواسطة الفيتامين سي والأجسيال جيد هذه هي نقطة بما أن هذه العوامل ساعدته لكي يختزل من F3 إلى F2 ما هي العوامل التي قللت امتصاص الحديد في المعدة يوجد لدينا الفيتك أسيد يوجد لدينا الأوكزاليت والفوسفاتيت جيد فجميع هذه الثلاثة التي اختصرتها بكلمة بوب تؤدي إلى التقليل من امتصاص الحديد وذلك عن طريق تحويل الحديد الى ماذا الى ايرون سالت اي الى املاح حديديه هذه الاملاح الحديديه لا يتم امتصاصها اذا بالتالي اخواني الاعزاء دخل الحديد الى الجسم تمت عمليه اختزاله ريدكشن بواسطه فيتامين سي والاش سي ال تحول الى فرس وفي سيناريو اخر هنالك من قلل امتصاصه هو هو الفيتيك اسيد والاوكزاليت والفوسفاتيز جيد هذه جميعها قللت امتصاص الحديد الان نقراه على الورقه على الجدول يقول ان اغلب الحديد الذي هو يكون على شكل فرك F3 جيد يكون غير قابل للامتصاص لذلك يتحول الى فرس ثنائي ما الذي قام بتحويله؟ باي فيتامين سي، طبعا اسم فيتامين سي الاخر لو اتى في الام سي كيو ازوربيك اسيد والغاسريك اتش سي ال، اتش سي ال الذي هو حامض الهيدروكلوريك فاسلتيت ريدكشن اي انه ساعد في عمليه الريدكشن, الريدكشن الريدكشن الاختزال، جيد ومن ثم قال لك ان الفيتيك اسيد والاوكزايت والفوسفودايز هذه جميعها ماذا؟ حولته الى يعني فورم سوليبل ايرون سالت ايرون سالت, آيرون سالت وهي الاملاح الحديديه التي قلت لكم تقلل من امتصاص الحديد هذا ببساطه كان شرح المقدمه اذا دخل الحديد الثلاثي تحول بواسطه الريدكشن الى ثنائي في الرس ومن ثم وصلنا الى منطقه تسمى بالديودينام هذه الديودينم منطقه في بدايه الامعاء تعتبر المين سايت اوف ابزوربشن يعني هي المكان الاساسي لامتصاص الحديد هذه المنطقه بالتحديد تحديدا في الابيكال ممبرين في الغشاء القمي جيد هنا هذه الخليه الواضحه امامكم قمت بتكبيرها لتصبح بهذا الشكل الواضح امامكم الشكل المربع الكبير اذا هذه هي نفس الخليه تم تكبيرها ماذا حدث في الايرون الايرون اخواني الاعزاء قلنا انه اصبح ثنائي صحيح لكن ليس جميع الايرون الذي دخل اصبح ثنائي هنالك بعضه ثلاثي اذا يوجد ايرون ثنائي وايرون ثلاثي يعني يعني فرس وفرك لان المعدة لم تستطيع تحويل جميع الايرون الى ثنائي وانما جزء من عنده تحول وجزء بقي كما هو ثلاثي الان كيف يدخل الى خلية الامعاء هذه الخلية هي خلية الامعاء تسمى بالانتيروسايت انتيرو سايت جيد فهذه خلية الامعاء اذا كان الايرون ثنائي في الراس يدخل مباشرة عن طريق الناقل الذي سوف نتكلم عنه الان اما اذا كان فرك ثلاثي اي لم يتم اختزاله في المعدة يتم اختزاله هنا من يختزله؟ يختزله انزيم هذا الاحمر الواضح امامكم الذي يسمى ريدكتيس انزيم اذا يقوم الريدكتيس انزيم باختزال الايرون غير المختزل من المعدة وتحويله من F3 إلى F2 أصبح لدينا جميع الآيرون الموجود F2 أو Fe2 يعني فرس الآن كيف يدخل؟ يدخل بواسطة مستقبلان المستقبلان المستقبل الأول يسمى ب DMT1 يقوم بأخذ الفرز وإدخاله داخل الانتيروسايت المستقبل الثاني يسمى HCB1 يقوم بأخذ الهيم وإدخاله داخل الانتيروسايت خلايا الأمعاء طبعا اختصار كلمة DMT1 هو Divalent Metal Transporter 1 اختصار كلمة HCB1 هو هيم Carrier Protein جيد فبالتالي دخلوا إلى أين دخلوا إلى داخل الانتيروسايت عندما دخلوا إلى داخل الانتيروسايت بواسطة هذه النواقل وهي مهمة جدا في الام سي كيو، سوف يحدث الآتي طبعا هذه الجزئية غير موجودة في الكتاب هذه الجزئية تحولهم يقوم اتحاد الفرس الفرس يتحد مع بروتين يسمى أبو فرتن أبو فرتن ليكون لدينا الفرتن فهذا الفرتن المتكون له ثلاثة خيارات يعني ثلاثة خيارات ممكن أن يصبح بها أولا إذا كان كمية الحديد في الجسم جيدة ولا نحتاج إلى حديد يقوم ب تخزينه في في الكبد وغيره من اماكن التخزين جيد ولو زاد التخزين عن اللازم يتم تخزينه في داخل التشوز في داخل الخلايا نفسها فيتحول الى مادة تسمى هيمو سيدرين, هيمو سيدرين. جيد اذا خزن داخل الخلايا ولكن هذا كله غير الطبيعي الطبيعي ماذا الطبيعي اننا نحتاجه نحتاج الحديد لذلك يذهب ويكمل رحلته الى ان يصل الى الدم طيب عندما نكمل الرحلة عندما وصلنا هنا سوف نحتاج ناقل يعني هذا الفرتن يحتاج الى ناقل هذا الناقل على البيزو لاترال بوردر هذا البوردر هذا البوردر الواضح امامكم هذا البوردر كله يسمى بيزو لاترال بوردر اوف انتيروسايتس يعني هذا البوردر هو الخاص بالانتيروسايت بالخلية، جيد؟ طبعاً هذا في حالة أنه ماذا في حالة أننا نحتاج الحديد. فيقوم هنالك بروتين يسمى فروبورتن. فرو بورتن هذا البروتين يقوم بنقل الحديد إلى أين؟ إلى الدم. ولكن قبل ذلك يجب اختزاله ليعود أو العفو أكسدته ليعود إلى طبيعته وهو F3 يعود إلى فرك هو كان فرس سوف نقوم بتحويله مجددا إلى فرك بواسطة أنزيم هذا FO الواضح أمامكم وهو الفروكسيديز انزيم. إنزيم فرو اكسيديز يعني حديد اوكسيديد يعني مؤكسد هو الإنزيم المؤكسد يقوم بتحويل الفرس إلى فرك بعد أن تحول إلى فرك الآن ينتقل إلى الدم ويتحد مع بروتين اخر يسمى بالترانسفيرتين اي البروتين الناقل للفيرتن جيد فهذا هو اللون البني وهذا الحديد اتحد معه ليصبح في الدم ينتقل بواسطه الترانسفيرتين الترانسفيرتين اخواني الاعزاء لو قلنا انه بهذا الشكل الواضح امامكم فيدخل فيه الحديد ليغطي او ليشبعه بنسبه 35%. 35 خمسة وثلاثون بالمئة جيد أما باقي المساحة فهي غير مشبعة إذا نقول أنه خمسة وثلاثون بالمئة من الحديد دخلت في الناقل الذي هو ترانسفيرتين الآن عندما نعيد شرح هذا الطريق يصبح سهلا جدا سأبدأ من هذه النقطة مبدئيا ومن ثم أعيده من البداية نحن وصلنا إلى الانتيروسايت جيد الذي هي الخلايا المعوية في الخلايا المعوية ما تم اختزاله مسبقا يدخل مباشرة ما لم يتم اختزاله يختزل بواسطة Reductase انزيم يتحول من F3 فرك إلى فرس الفرس يدخل بواسطة انزيم يسمى DMT1 Divalent Mental Transporter 1 الهيم يدخل بواسطة العفولة العفو انزيم وانما مستقبل يسمى HCB1 هذا البروتين HCB1 هيم كارير بروتين جيد. يستقبله ويقوم بنقله ومن ثم يدخل إلى داخل الانتيروسايتس هذه خلايا الانتيروسايت, الانتيروسايت الخلايا المعوية يتحد مع الأبو في الرتن. مع الأبو في الرتن. ومن ثم يا إما يخزن على في الأنسجة على شكل هيموسيدرين يتجمع بهذا الشكل يا إما يخزن في الليفر يا إما ينتقل نحن نتكلم عن الانتقال انتقل ليصل إلى الدم عندما انتقل ليصل الى الدم قبل ذلك اتحد مع الفروبورتن، الفروبورتن هو المسؤول عن نقله وقبل ان ينقل الى الدم يعني يتم اعاده تحويله الى ثلاثيه التاكسد من فرس الى فرك ما الذي يقوم بذلك انزيم مؤكسد يسمى اف او الفيروكسيديز انزيم الفيروكسيديز انزيم يحول الفرس الى فرك ومن ثم يصل الى الدم عندما يصل الى الدم لا يمكن ان يكون حرا في الدم يجب ان يتحد مع ناقل هذا الناقل يسمى بروتين يسمى ترانس فيريتين اي ناقل الحديد هذا الناقل هو كبير 35% فقط من حجمه تحتوي على البروتين اي انه مشبع بنسبه 35% فقط يحتوي على الحديد الايرون جيد ومن ثم عندما وصل الى هذه عندما وصل الى الدم عاد بعدين ينتقل الى الليفر ليتم اللي تخزينه في الليفر يعني الكبد ينتقل الى السبلين ينتقل الى العضلات الى حسب المكان الذي نحتاجه ينتقل الى البون مرو من اجل تصنيع كرة الدم الحمراء حسب المكان الذي نحتاجه اذا هل هي فيها اي صعوبه؟ لا يوجد اي صعوبه سوف اقراه معكم من هنا من هذا الكتاب ومن ثم اعود لاشرحه مره اخيره اوضح بها مره اخيره اوضح بها المسار من جديد. اذا نلاحظ هنا امامكم كما تلاحظون. اين الشرح؟ هنا على الشرح. نبدا انه الايرون يكون ثلاثي التاكسد غير قابل للامتصاص يتم تحويله الى ثنائي التاكسد في الرس بواسطة فيتامين سي والجاسريك اتش سي ال نكبر الخط قليلا نختار لون واضح تمام. الفيتامين سي او الازوربيك اسيد والجاسريك اتش سي ال او حمض المعده. الذي يسهل عملية تحويله من ثنائي من ثلاثي إلى ثنائي reduction اختزال الفيتيك أسيد والاوكزايد والفوسفاتيد جميع هذه تقوم بماذا تقوم بتحويله إلى ايرون سالت وتصعب عملية أو تقلل من عملية الأبزوربشن جيد ومن ثم في الديودينام في الديودينام وهو المين سايت اوف ابزوربشن يعني أهم موقع للامتصاص للحديد تحديدا في الأبيكال ممبرين الغشاء القممي يتم هنالك انزيم يسمى ريدكتيز انزيم يقوم بتحويل الايرون الذي لم يتم تحويله الى ثنائيه التاكسد يقوم بتحويله الى ثنائيه التاكسد ومن ثم كل من الدي ام 1 دايفيلنت ميتال ترانسبورتر 1 يقوم بنقل الحديد الفرس الى داخل الانتيروسايت والهيم كارير بروتين hcb بي 1 يقوم بنقل الحديد الى داخل الانتيروسايت الهيم داخل الانتيروسايت يا اما ان يتم تخزينه على شكل فرتن ولو اصبح زياده عن اللزوم يتحول الى هيموسيدرين ويا اما انه اذا يعني نحن لا نحتاجه يقوم يعني اذا الطلب عليه ليس بعالي يقوم بنقله الى الدم بواسطه الفيروبورتين فيروبورتين والفيروبورتين يكون في البيزولاترال ممبرين للخليه الانتيروسايت ومن ثم يتم اكسدته بواسطة الفيروكسيديز انزيم ليصبح F3. جيد. اخر نقطه لدينا انه داخل الدم FE3 يقوم بالانتقال بواسطة الترانسفيرتن. 35% يكون مشبعا به. جيد. ومن ثم ينتقل الى البون مرو والمصل والليفر والسبلين. الان اخواني لدينا تحدي هل نستطيع في دقيقه واحده أن نشرح جميع المسار هذا نحاول ذلك نبدأ الآن الحديد الثلاثي التأكسد يدخل إلى داخل المعدة ويتحول إلى ثنائي التأكسد بواسطة عملية تسمى بالريدكشن أو الاختزال ساعد فيها الفيتامين سي سي HCL ثبطه أو قلل امتصاصه الفيتيك أسيد والفوسفاتيت في داخل الديودينام منطقة الامتصاص الأساسية يتحول الحديد الثنائي إلى الثلاثي إلى ثنائي بواسطة الريدكتيز إنزيم والحديد الثنائي يدخل مباشرة يدخل إلى داخل الانتيروسايت عن طريق ال DMT1 وعن طريق ال HCB1 عندما دخل يتحد مع الأبو في الرتن لو خزن يدخل في التشوز لو كانت كميته كبيرة أو لو نحتاجه نستخدمه بواسطة في الرتن ومن ثم عندما نكمل يتحد مع الفيروبورتن ليتم نقله إذا كان الحديد ثنائي التأكسد نقوم بإعادة تحويله إلى ثلاثية تأكسد بواسطة الفيروكسيديز إنزيم الفيروكس انزيم يحوله الى ثلاثيه التاكسد ومن ثم يدخل الى الدم يتحد مع الترانسفيرتين الذي يمثل 35% من التشبع به وداخل الترانسفيرتين ينتقل الى السبلين والليفر والمصل وكذلك البون مارو من اجل تصنيع كرة الدم الحمراء اخذنا دقيقة وعشر ثواني بالضبط لشرح كافة الطريق جيد اذا هو بسط بسيط وسهل لهذه الدرجة الآن لدينا موضوع مهم جداً, جدا 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 وهو انه كيف يمكن التحكم بعملية امتصاص الحديد يعني كيف نقوم بال آيرون iron regulation اخواني الأعزاء لا يوجد عملية نقوم بها بإخراج الأيرون يعني لا يوجد فقط الامتصاص نستطيع زيادة الامتصاص او تقليل الامتصاص عن طريق هذه التي سوف نشرحها الآن لدينا ثلاث نقاط A B C سوف أبدأ ب B ب إخوان الأعزاء عندما نريد يعني التحكم بالحديد الدايتري آيرون الحديد الذي نأخذه من النظام الغذائي لو زاد الحديد الذي نأخذه في الطعام سوف يؤدي ذلك إلى عملية تثبيط امتصاصه عن طريق تثبيط هذا المستقبل دي ام تي 1 عندما يتم تثبيطه بالتالي يقل امتصاص الحديد داخل الجسم، اذا الجسم يقوم عندما تاخذ كميه كبيره من الحديد يقوم هو نفسه بتقليل امتصاصه عن طريق تقليل الدي ام تي 1. جيد هذه الطريقه رقم واحد. طريقه رقم اثنان هنالك بروتين يسمى هيبسيدين. بروتين او هرمون يسمى هيبسيدين هذا يتم تصنيعه داخل الكبد داخل خلايا الكبد وهو مهم جدا في عمليه تنظيم الايرون ابزوربشن تنظيم امتصاص الحديد هذا الهيبسيدن الواضح امامكم يتم تصنيعه من داخل الـ من خلايا الكبد الهباتوسايتس ايضا اسمه 25 امينو اسيد هرمون جيد يقوم هذا نرسمه هنا باللون الـ برتقالي هيبسيدين اتش هيبسيدين اختصار لهيبسيدين جيد يقوم بالاتحاد مع الفروبورتين الذي يحوي على الحديد الفرنك ويقوم بتدميره بتدميره جيد تدميره اذا هو باين يتحد ويدمر الفروبورتين جيد فبالتالي ماذا يحدث لو قل الفروبورتين المسؤول عن نقل الحديد يقل الايرون ابزوربشن اذا هو يقوم بماذا يقوم بتقليل او تثبيط الايرون ابزوربشن امتصاص الحديد طيب اين يقوم بعمليه تقليله او تثبيطه يقوم في ثلاث اماكن المكان الاول في الانتستينال ابزوربشن اوف ايرون يعني في ال في الامعاء المكان الاول في الامعاء يقلل الانتستينال ابزوربشن الامتصاص المعوي للايرون المكان الثاني الريسايكلد ايرون يمنع الريسايكلد ايرون او يمنع اعاده تدوير الايرون هذا شرحناه في البدايه قلنا ان الماكروفاجز او خلايا البلعمه تقوم باعاده تدوير الايرون الموجود في الليفر السبلين وغيره فهذا يمنعه الهبستين يمنع هذا الشيء جيد من اجل تقليل امصاص الايرون طيب المكان الاخير يقلل افرازه من الليفر، يقلل افراز الايرون المخزن في الليفر، ايضا قلنا ان الليفر يخزن ما يقارب 25% او 25% متوزع على جميع هذه الاورجنز او الاعضاء لكن اهم شيء الليفر يتخزن على شكل فرة فهو يمنع اخراج الفرة من الليفر الى داخل يعني الدم، جيد؟ فبالتالي هاي ايضا عمليه تقلل من امتصاص الحديد. اذا لدينا هرمون يسمى بالهيبسيدين يوجد في ال يفرز من الكبد ويسمى ب 25 امينو اسيد هرمون يقوم بالاتحاد مع الفيروبورتين وتكسيره فبالتالي يقلل امتصاص الحديد من الجسم عن طريق ثلاث اماكن الانتستين او الامعاء والريسايكلد المعاد التدوير يمنع التدوير في الماكروفاجز او خلايا البلعمه واخيرا يقلل افرازه من الليفر حيث يتم تخزينه في الليفر ويقلل افرازه من الليفر جيد اذا هذه كانت النقطه اي النقطه الاخيره هذا الهيبسيدن. جيد طبعا الاسئله عندما شرحت لكم في البدايه ان دائما الايرون يجي ياتي في الامتحان دائما ياتي في الامتحان دائما ياتي في الامتحان جميع الاسئله كانت اشرح الايرون ريجوليشن واشرح دور الهيبسيدن في ذلك جميع الاسئله كانت بهذا الشكل لذلك هذا الجزئية التي شرحتها الآن بسرعة مهمة جدا 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 إذا الآن نتكلم ما هي العوامل التي تؤثر على الهبسدين هل هناك عوامل تؤثر عليه؟ نعم يوجد عوامل تؤثر عليه قلنا أن الهبسدين بشكل عام يقلل امتصاص الحديد جيد؟ لذلك عندما تحدث هايبوكسية يعني نقص في الأكسجين أو يقل الإريثروبويتين في الجسم بسبب مشكلة في الكلية أو غيرها في هذه الحالة ماذا يقوم أو بماذا يقوم الجسم يقوم بتقليل الهيبسيدن. تقليل ماذا الهيبسيدن. عندما يقل الهيبسيدن ماذا يحدث في امتصاص الحديد يزيد امتصاص الحديد اذا يقل الهبسدن في حالات الهايبوكسيا وحالات نقص الاريتروبويتين جيد او هو الارثروبوتين نفسه يقوم بتقليل الهيبسيدين. اما بالنسبه للحالات التي يزيد فيها الهيبسيدين في حالات الانفلاميشن يعني في حالات الالتهاب او في حالات الايرون اوفرلود يعني زياده كميه الايرون في الدم بشكل كبير لذلك يزيد الهيبسيدين من اجل تقليل امتصاص الايرون. جيد؟ انتم اخذوها هي علاقة عكسية بين الهيبسيدين وبين الايرون، لو زاد الهيبسيدين قل امتصاص الحديد، لو قل الهيبسيدين زاد امتصاص الحديد، جيد علاقة عكسية، دعوني اكتب هذه علاقة عكسية جيد طبعا هنا يقول لك انه في حالة الانفلاميشن يعني العدوى عندما يزيد الهيبسيدين يقل الايرون وبالتالي نقص الايرون يؤدي الى حصول انيميا نقص الايرون فتحدث انيميا جيد اذا اخوان هذا مهم جدا هذا الباراجراف مهم جدا 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 تنظيم عندما يأتي بالامتحان سؤال رتن so, دعوني اريكم السؤال written. سؤال الرتن written. هذا السؤال الرتن انظروا عرف الهبسدن واشرح ما هو الاكشن او الذي يقوم به والفاكتورز افكت السكريشن جيد سؤال آخر: Define hepcidin in regulation of iron absorption. عرف أو أعطي الرول، يعني ما هو دور الهبسيدين في الـ regulation للأيرون absorption؟ سؤال آخر: Define hepcidine، ومن ثم أعطينا الرول في الـ iron hemostasis. ومن ثم ما هي العوامل التي تؤثر على الـ جميع الأسئلة تتناول موضوع حتى هنا: Function of hepcidin in iron hemostasis يعني ما هي وظيفه الهيبسيدن لذلك يا اخوان هذا السؤال مهم جدا ريتن ريتن جيد دعوني اضيف له علامه الريتن هي علامه الريتن هذه هي علامه الريتن دعوني اضيف علامه الريتن هذا السؤال ريتن جيد وايضا نضيف علامه اخرى وهي علامه الديث نوتس يستحق ديث نوتس اي انه الموست امبورتنت وفعلا هذا الموست امبورتنت في جميع شابتر الدم جيد كما قلنا لكم ان الايرون ريجيليشن يتم عن طريق اي B سي B قلنا الدايز ايرون كميه الايرون الذي ناخذه في اليوم عندما يزيد يقل يقل الدي ام تي 1 وبالتالي يقل الايرون ابزوربشن ومن ثم الأي هو الهيبسيدين وهو الهرمون 25 أمينو أسيد هرمون متكون داخل الكبد يقوم بالاتحاد مع الفيرروبورتين يكسره وبالتالي يقلل امتصاص الحديد من الانتستين الأمعاء من الريسايكلد معاد تدوير يعني في الماكروفاج ومن الليفر وأخيرا هناك عوامل تؤثر عليه مثل الهايبوكسية ومثل إريثروبويتين يقللاً من كمية الهيبسيدين بينما الانفلاميشن وأيضا زيادة الأيرون في الجسم تزيد من الهبسيتين. جيد؟ هذه كانت شرح الهبسيتين. الآن إخوان وصلنا إلى نقاط بسيطة جدا وهي موضوع أيضا مهم جدا اخواني وهو الـ effect اوف ايرون disturbance يعني ماذا لو حدث خلل في الايرون في الجسم ما هو تاثيره على الجسم تاثيره كالاتي الخلل في الايرون يا اما يكون زياده في الايرون يا اما يكون نقص في الايرون تمام الزيادة في الايرون اوفرلود يعني انت تاخذ كميه ايرون كثيره تسمم بالايرون تسمم من الحديد جيد هذا يؤدي الى زياده الفرتن وبالتالي يتجمع داخل الانسجة على شكل هيموسيدرين في عملية تسمى هيموسيدروسيز وهي تلك التي شرحتها حيث قلت لكم لو اصبح كميته كبيرة يتحول الى هيموسيدرين يتجمع داخل الانسجة جيد فعندما يتجمع يؤدي الى ثلاثة مشاكل اساسية او يعني يتم ملاحظتها اولا سكين بيجمنتيشن هنالك سكين بيجمنتيشن يعني تصبغ في الجسم انظروا لهذا التصبغ الواضح امامكم في الجسم هذا بسبب الهيموسيدروسيس تجمع الحديد في الانسجة ايضا يؤثر على البنكرياس البنكرياس هذا الواضح امامكم يقوم بالتأثير عليه يحدث دمج ضرر به بالتالي يؤدي الى حصول شيء يسمى براونز دايابتيز دايابيتس مرض السكري براونز البرونزي كما تلاحظون هذا طبيعي هذا يحدث لديه براونز دايابتيز لاحظتوا اللون البرونزي باليد والاخيرة والاهم حدوث ليفر سيروسز يعني تليف في الكبد تليف الكبد هذا قد قد يؤدي الى حدوث هيباتيك كارسينوما هيباتيك كارسينوما تعرفون ماذا يعني كانسر في الكبد وهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث بسبب زيادة كمية الآيرون في الجسم أو التسمم بالآيرون جيد إذا هذا بالنسبة لزيادته ماذا عن نقصانه عندما يقل الآيرون في الجسم تحدث آيرون ديفيشنسي يعني نقص في الحديد في الجسم هذا يؤدي إلى أنيميا فقر دم ما نوع هذه الأنيميا تسمى مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا انيميا يعني فقر دم جيد مايكروسيتيك لان كريات الدم الحمراء تكون صغيره بالحجم هايبوكروميك تحتوي على كميه صبغه قليله جيد طبعا هنالك هو لم يشرح لكم هذه الـ symptoms الاعراض اعراض حدوث هذه الانيميا ويكنس ضعف عام في الجسم Headaches يعني نوبات الم في الراس او صداع بور فوكس يصبح التركيز قليلاً وأيضاً هارت بالبيتيشنز يعني يمكنك أن تشعر بدمك بقلبك وهو ينبض. فتيج إعياء shortness أوف بريث أو ديسبنيا يعني صعوبة في التنفس جميع هذه هي بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث بواسطة الأنيميا أو فقر الدم الناتج عن طريق نقص الحديد. الآن نتكلم عن causes of deficiency ما الذي قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم يا أما أنك لا تأخذ حديد نقص الانتاك يا أما أنك الابزوربشن فيه مشكلة يا أما أنك تعاني من نزيف في الجسم نبدأ بأول نقص الانتيك نقص الانتاك يزيد عادة في the growing children أي الأطفال الذين ينمون ما زالوا في مرحلة النوم يحتاجون كمية حديد عالية من أجل تكوين كريات الدم الحمراء فبالتالي يحدث عندهم نقص البريجنت وومن او المراه الحامل تحتاج الى حديد من اجلها ومن اجل جنينها فبالتالي ايضا ينقص الحديد عندها في الجسم نقص الابزوربشن نقص الامتصاص قد يحدث نقص الامتصاص في عده اماكن الاولى هي المعده عندما يحدث هنالك gastrectomy عملية قص المعدة ستتأثر هذه الخلايا البرايتل سيلز والمسؤولة عن إنتاج الـ HCl أو حامض الهيدروكلوريك فتحدث عملية تسمى كلوروديا يعني لا يوجد حامض الهيدروكلوريك في الجسم في المعدة فبالتالي تصعب عملية تحويل الفرك إلى فرس وبالتالي يحدث نقص في الـ absorption نقص ال HCl يؤدي إلى نقص في الـ absorption وايضا نقص الفيتامين في الفيتامين سي كما شرحنا قبل قليل فالفيتامين سي ايضا يشارك في عمليه اختزال الفرك الى فرس فلو حدث فيه نقص يحدث نقص في الابزوربشن البوب البوب اخوان الاعزاء شرحنا البوب وهي الفيتيك اسيد والاوكسالات والفوسفيت جميع هذه تقوم بتحويل الحديد الى ايرون سالت وبالتالي لا يمتص في الجسم واخيرا الديودينام ديزيز اي حدوث اي مرض في هذه المنطقه من الامعاء الديودينام يؤدي لانها المكان الاساسي المين سايت اوف ابزوربشن فلو حدث فيها خلل يقل الابزوربشن يقل الامتصاص اما بالنسبه لكورونيك بلود لوس يعني نزف في الجسم كورونيك اي انه مزمن مزمن مثل البيريد الدوره الشهريه أنا جعلتها جميعها على حرف البي بيريد، بيبتيك ألسر بايلز ولكن في الحقيقة البيريد يعني دورة شهرية اسمها العلمي المينسترال سايكل جيد فالمينسترال سايكل هذه أول مكان يمكن أن يفقد فيه الحديد عن طريق النزف الدم الكثير والبيبتيك ألسر قرحة المعدة أيضا تنزف دم فيحدث فيها فقدان في الحديد البايلز والبارازايت البارازايت تحديدا يعني أي الطفيليات تحديدا الطفيلي يسمى الانكلوستوما الأنكلوستوما هذا الطفيلي وهو هذه الدودة الواضحة أمامكم كما تلاحظون هذا شكل الدودة تسمى بالهوك لأنها على تحتوي على هوك يعني رأسها على شكل هوك يعني مخطاف جيد فهذه توجد أيضا تسبب نقص الحديد وتسبب نزيفا حادا كما تلاحظون يعني الصورة الكلينيكية عندما يأتي المريض قد تشاهد في رجله هذا الشكل من الهوك ورم هنا أيضا في هذا الشكل الواضح أمامكم هذه الدودة تسمى بالأنكلوستوما وعندما تزيد في الجسم تسمى أنكلوستوماسيس يعني انتشار هذه الدوده يؤدي الى نزيف والى نقص في الحديد جيد ايضا يوجد عندك البايلز البايلز اخواني الاعزاء ترجمتها الحرفيه هي البواسير مرض البواسير وهو عباره عن وجود هذه البينز المنتفخه التي قد قد يتم يعني نزفها فبالتالي تفقد كميه كبيره من الدم وبالتالي يقل الحديد فجميع هذه الاشياء قد تؤدي الى نقص الحديد او الايرون في الجسم وبهكذا اخواني الاعزاء نكون قد انتهينا من شرح الحديد ايرون ابزوربشن يوجد لدينا موضوع بسيط جدا يسمى بالترايس العناصر العناصر الاساسيه في الجسم هذه العناصر مثل الكوبولت والكوبر الكوبولت والكوبر تعمل ككوفاكتورز كعوامل مساعدة من أجل الهيموغلوبين سينثيسيز فأيضا هي مهمة الكوبالت بالتحديد يقوم بستيموليشن يعني يقوم بتحفيز الإريثروبويتين الهرمون المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء فهو يقوم بزيادة الإفراز الخاص به وأيضا له دور في عملية تكوين الفيتامين بي 12 جيد او عمليه استخدام الفيتامين بي 12، اذا هذه ايضا اضافه بسيطه. وبهكذا اخواني الاعزاء نكون قد انتهينا من موضوعنا لليوم، نقوم بحل الاسئله، بداية سؤال الرتن. سؤال الرتن المتكرر دائما ما هي تعريف الهبسيدين وما هي يعني اوصف دوره في عمليه الاريثرو في عمليه العفو في عمليه امتصاص الحديد او كيف يؤثر على ذلك. Uh, ايضا هنا سؤال اخر ايضا عرف الهيبسيدين واشرح دوره role of iron hemost, uh, hemostasis يعني دوره في عمليه تنظيم الايرون في الجسم وايضا اشرح العوامل التي تؤثر على الهيبسيدين هذا السؤال شامل هو الذي سوف نجاوبه uh, نذهب الى شرحنا للهيبسيدين هنا نقول ان الهيبسيدين is a hormone made of 25 amino acid hormone يعني هذا نوعه made in liver in the hepatocyte يعني يصنع في الليفر في الكبد في الهباتوسايت ويقوم بالبيند اند جريد الفيرروبورتين يعني يقوم بالاتحاد مع الفيرروبورتين ويكسره وبالتالي يعمل انهيبيشن للأيرون أبزوربشن يقلل امتصاص الأيرون أبزوربشن هذا لو أراد تعريفه فقط تعريف ومن ثم لو أراد ما هي طريقة الأيرون ريجوليشن تقوم بذكر التعريف ومن ثم تقوم أنه يقلل الأيرون أبزوربشن بواسطة ثلاث طرق تنقيصه من الانتستينال أبزوربشن يعني امتصاصه في الأمعاء وتنقيص الريسايكلد أيرون في المايكروفاجز وتنقيص الريليس أو تقليل الريليس الخاص بالأيرون من الليبر جيد ومن ثم لو أراد أيضا ما هي العوامل التي تؤثر على الهيبسيدين فاكتورز افكتين هبسدين تذكر له هناك عوامل تقلله مثل الهايبوكسيا والإرتروبويتين وهنالك عوامل تزيد من عنده مثل الإنفلاميشن والآيرون اوفرلود جيد فهذا هو جواب السؤال لو أراد الآيرون ريجوليشن بالكامل من دون ذكر الهبسيدين تذكر له جميع هذا الشرح جيد تنقل له النقطة A وB وC هذا بالنسبة للسؤال الرتن الوحيد الذي لدينا الآن نقوم بحل الـ MCQ الخاص بهذه المحاضرة. لدينا السؤال الأول يتكلم عن الهيبسيدن. يقول أن الهيبسيدن stimulate formation يعني يقوم بتحفيز تصنيع الفيرروبورتين مولكيولز في, في الماكروفاجيوز. هذه هي العبارة بالكامل خطأ. أولا الفيرروبورتين لا تتكون داخل الماكروفاجيوز. ثانيا هو لا يقوم بتحفيز تصنيعها بل يقوم بتدميرها بتكسيرها. إذا هذه خاطئة. العبارة الثانية يقول secretion is inhibited by inflammation and hypoxia يعني إفرازه يقل بالهايبوكسيا والإنفلاميشن هذا خاطئ فهو إفرازه كان يزيد في الهايبوكسيا يزيد أما في الإنفلاميشن فهو فعلا كان يقل فنصف العبارة خاطئ العبارة التي تليها inhibits the release of recycled iron from هو يقلل إفراز ال الايرون المعاد تدويره داخل الماكروفاجز صحيح وكان كان يثبطه اذا هذه العباره صحيحه اخر عباره يقول هرمون سيكريت باي ريجوليت ايرون هو يقوم بتنظيم الايرون ابزوربشن ولكن لا ليس في الانتيروسايد وانما هو يفرز يعني هو يقول انه يفرز من الانتيروسايت هذا الكلام خاطئ هو يفرز من الليفر من الكبد السؤال الذي يليه which of the following statements about iron metabolism is correct. ما هي العباره الصحيحه من هذه حول الايرون؟ Ferritin is a plasma protein that transports iron in the blood. الفيريتين هو فعلا يقوم بنقل الايرون في البلود ولكن ليس نوع من انواع البلازما بروتينز فبالتالي هذه العباره خاطئه. Iron is more efficiently, efficiently absorbed in ferrous state than the ferric state. نعم هو يمتص بواسطه بشكل فرس افضل افضل من الفرك الثلاثي، لذلك نحن قمنا باختزاله بالمعدة وحولناه الى ثنائي، اذا هذه العبارة صحيحة. يقول أن أغلب الأيرون يتم تخزينه على هيموسدرين، لا ليس كذلك بل يتم تخزينه على شكل فرة، أغلب الأيرون. قلنا 25% منه هنا 25% تخزن على شكل فردن وليس هيموسيدرين. هيموسيدرين هي حالة مرضية لو زاد تخزينه على شكل هيموسيدرين يؤدي إلى تكوين الهيموسيدروسز ويتصبغ الجلد بهذا الشكل وتحدث الكثير من المشاكل التي شرحناها. أس نتكلم عن باقي الخيارات. The gastrointestinal rate of iron absorption is extremely high. Uh, هذه هي عبارة أيضا خاطئة. Uh, نتكلم الآن عن الـ, deficiency. الـ deficiency يعني نقص الحديد is more common in males than females خطأ بل الفيميل تفقد uh, كمية أكبر ويحصل عندها نقص لأنها عندما تكون حاملا على سبيل المثال pregnant uh, عندما تحدث هناك مشكلة في سايكل الـ menstrual cycle أو period إذا هذا خاطئ uh, may cause anemia by inhibiting the division of RBCs in stem cells ايضا هذا ليس صحيحا. ميكاز small bale erythrocytes يعني هي تقوم بتكوين macrocytic انيميا لو فرضنا ان هذا الحجم الطبيعي لكريه الدم الحمراء فهي تقوم ب macrocytic ايضا لدينا صوره هنا لقد رسمناها هي تقوم بتكوين انيميا تكون فيها كريات الدم الحمراء صغيره الحجم اذا هذه هي الاجابه صحيحه. جيد واكورس دُوتِ الْأَكْيُوتِ بلود لوس ليس أكيوت وإنما كورونيك آه، هذه كانت بالنسبة لأسئلة اليوم في الـ MCQ وهذه حلقة اليوم كالعادة تجدون هذا الملف موجود عندكم على قناة التليجرام شكرا لكم على حسن المتابعة ومع السلامة في حلقات أخرى